هل يجوز قطع الطواف لفترة قصيرة ثم استئنافه، كأن يطوف الإنسان 5 أشواط ثم يستريح قليلا ويكمل الباقي، أم أنه لا بد من الاستمرار فيه والمتابعة في أشواطه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من المعلوم أن من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط، وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله، إلا أنه يجوز للعذر أن يقطع الموالاة، كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم إذا سلم يوالي بقية أشواط الطواف ويبني على ما مضى منها، وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلا ثم واصل فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة. أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة، أو مثلا فصل بين الأشواط فصلا طويلا، فإنه بذلك لا بد من استئناف الطواف من أوله، لأنه أخل بالموالاة من غير عذر.